مشاهدينا أهلا بكم إلى فقرة رياضة اليوم والتي نبدأها بكرة القدم وعودة إلى خسارة المنتخب المغربي في باطا. ففي سيناريو حبس الأنفاس المنتخب المغربي انهزم أمام ضيفه منتخب غينيا الاستوائية بهدف لصفر، لكنه تأهل لدور المجموعات من تصفية المونديال. تأهل قيصري يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل المنتخب المغربي الطامح للعودة لنهائية كأس العالم بعد أن غاب عن 4 دورات متتالية. مزيد من التفاصيل في تقرير عبد الله جعفري. بشق الأنفس بطريقة قيصرية بكل الأوصاف التي تعني الضغط وحبس الأنفاس، عبر المنتخب المغربي لدور المجموعات من تصفيات المونديال. هدف الذهاب أنقذ الموقف بعد الهزيمة بهدف واحد في ضيافة منتخب غينيا الاستوائية، وأداء غير مقنع مرة أخرى لأسود غاب زائرهم عن المونديال ومنذ زمن. قبل بداية اللقاء ومنذ التعرف على تشكيلة المنتخب، أصيب الجميع بالذهول من جرأة المدرب بادو الزكي، والذي غير نصف منتخب فاز قبل 3 أيام بإشراك 5 لاعبين جدد في التشكيلة الرسمية. خطوة اعتبرت مجازفة كبيرة من رجل ينظر إليه كمنقذ للكرة المغربية. رفاق المقاتل بن عطية كانوا تائهين غائبين، تاركين زمام المبادرة للمضيف الذي هز شباك الحارس المحمدي مبكرا. ولولا الإحباط الذي تمكن منه في الشوط الثاني لعاد المنتخب صفر اليدين من أول اختبار في المونديال. التأهل لدور المجموعات ليس بالإنجاز الذي يجب أن يحجب واقع المنتخب الوطني الطامح للعودة للمونديال بعد طول غياب. منطق التغيير المستمر أثبت أنه يضر ولا ينفع، ومن غير المعقول أن نتحدث حاليا عن منتخب في ثور البناء بعد سنة ونصف السنة من عودة الزاكي لقيادة أسود الأطلس. في دور المجموعات الحاسم لن تكون غينيا أو المنتخبات التي تصنف من الدرجة الثانية أو الثالثة، بل سيواجه الأسود الفيلة والنمور والنسور والفهود في غابة إفريقية لا تعترف إلا بالقوي، منتخبات من طراز نيجيريا والكاميرون والكوت ديفوار بالانتظار. ومن شاهد الأسود في تصفيات المونديال والكان سيضع يده على قلبه خوفا من مستقبل مظلم، فالاستحقاقات القادمة لا تحتمل المجازفة، وكل خطوة يجب أن تحسب بدقة، لأن الغياب عن المونديال أو الكان سيضع الكرة الوطنية في غرفة الإنعاش التي سكنتها منذ زمن وفي كل الفئات. اليوم لا نضع الزاكي في قفص الاتهام أو نمنحه صك البراءة، بل ندق ناقوس خطر يحيط بمنتخب يبحث عن ذاته. وفي طريق البحث إمكانيات وفرت وبسخاء كبير، أما النهج فيحتاج إلى التعديل والتغيير من أجل مستقبل أفضل للكرة الوطنية. غدا تتواصل بقية مباريات الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا، حيث ستسعى تونس لتكرار فوزها على موريتانيا وحسم تأهلها لدور المجموعات بالتصفيات على ملعب رادس. وكان منتخب نسور قرطاج قد وضع قدما في دور المجموعات عندما تغلب خارج أرضه على منافسه الموريتاني 2-1 في جولة الذهاب يوم الجمعة الماضي. ولم يقدم منتخب تونس أداء جيدا خاصة في الشوط الأول، لكنه نجح في تعديل تأخره في الشوط الثاني وانتزاع انتصار وضعه على أعتاب التأهل. فما شويه نقايص اكيد اكيد نقايص هذه بتصلحها وانت رابح خير من تصلحها وانت عامل نتيجه نيجاتيف. يعني قلت لك هذول المباراه هذيك لازم تنساها توا، عندنا مباراه توا في تونس ان شاء الله كما قلت لك النتيجه تكون ايجابيه. ان شاء الله نكونوا في الموعد وان شاء الله نحسموا يعني المباراه، يعني عن يعني ترشحوا الدوري مجموعات عن جداره، وان شاء الله يعني نلقى مسانده من الجماهير بتاعنا في تونس وان شاء الله نكونوا حاضرين. كرويا دائما، أنهى اللاعب الإسباني راؤول غونزاليس خلال الماضية مسيرته الكروية بالتتويج بلقب الدوري الأمريكي
لكرة القدم مع فريقه نيويورك كوسموس، وتغلب كوسموس في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين على منافسه أوتاوا فيري، ونجح راول خلال الدقائق القليلة التي شارك خلالها في المباراة في صناعة الهدف الثالث. ولعب المهاجم الإسباني 16 موسما مع ريال مدريد، فاز خلالها بثلاثة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا وستة ألقاب في الليغا، بالإضافة إلى العديد من البطولات الأخرى، قبل أن ينتقل بعدها إلى صفوف شالك الألماني لمدة عامين، ثم خاض تجربة الاحتراف في الدوري القطري بين صفوف نادي السد، قبل أن ينتقل إلى المحطة الأخيرة مع نيويورك كوسموس الذي لعب معه 29 مباراة وسجل 8 أهداف. إلى ميدان التنس الآن، حيث تجاوز البريطاني أندي موراي المصنف ثانيا منافسه الإسباني دافيد فيريرا المصنف سابعا بفوز عليه بمجموعتين دون رد 6-4 و6-4 في ساعة ونصف اليوم الاثنين في لندن، في افتتاح منافسة المجموعة الثانية ضمن بطولة الأساسيدة للاعبين الثمانية الأوائل في التنس. وحقق موراي فوزه 12 على فيريرا مقابل 6 هزائم في المواجهة المباشرة التي جمعت بين اللاعبين حتى الآن. هذا ويتطلع موراي للتتويج بلقب البطولة الختامية للمرة الأولى في تاريخه. وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى التي أقيمت أمس الأحد قد أسفرت عن فوز سهل للصربي نوفاك تشوكوفيتش المصنف أول والسعي إلى لقب رابع على التوالي، فوز على الياباني كينيشي كوري المصنف ثامنا بمجموعتين للا شيء وبنتيجة 6-1 و6-1. وعن المجموعة ذاتها، تغلب السويسري روجي فيدرر المصنف ثالثا وصاحب 6 ألقاب في هذه المسابقة، تغلب على التشيكي توماس فيرنيتش المصنف سادسا بمجموعتين لصفر، كذلك 6-4 و6-2. الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة NBA سجل نيكولاس باتوم 33 نقطة، وأضاف آل جيفرسون 29 أخرى ليقود تشارلوت هورنتس للانتصار على أرضه على بورتلاند تريل بليزرز ب 106 نقاط مقابل 94، وهيمن تشارلوت هورنتس تماما على فعالية الأشواط الثلاثة الأولى من لقائه على أرضه، لكن بورتلاند كافح بشجاعة في الشوط الرابع وتولت الرميات له مع آلان كارتر وعدد من زملائه ليقلص تفوق مضيفه إلى 91 نقطة مقابل 82، غير أن فريق تشارلوت عاد ليستعين برميات من نيكولاس باتوم وجيريمي لين وآل جيفرسون الذين ساهموا في فوز الأخير بهذه المباراة. بهذا إذن نصل إلى نهاية فقرة رياضة اليوم، إلى اللقاء.